أولا تبارك الله عليكم، أنا جيت سعيد أنني جيت نتفرج في واحد الفرقة اللي كنتفرج فيها من صغري اللي هي الفناير، بغيت نعملوا شي غوتة كبيرة على الفناير، لا أكثر أكثر ما تغشمونيش، شي غوتة كبيرة على الفناير، تبارك الله عليكم، و كنتمنى تهلاو لي في الفناير بزاف. لميمة شاد وغنشموا أنا نزاوب فيه، عزيزي عليا. وعيطوا للمدنتي وراني موحشة عمرك عليا وبعدو هفتاني تبارك الله عليكم.